ولما بتسمع هذا الكلام أخت فيفي، يعني سمعنا عن مفهوم التلمذة وشروط التلمذة، مؤهلات التلميذ إلى آخره، وكيفية الإعداد. إيه التصور تبعك؟ إيه اللي بدور يعني في ذهنك لما بتسمع هذا الحديث؟ وشو إحنا محتاجين؟ أنا بشوف إن إحنا محتاجين إن إحنا نسلم تسليم إرادي للرب ونخضع لمشيئته. ولما بخضع للرب، الكتاب بيقول اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم. فلو أنا مش خاضعة مش هقدر أكون بقدر أقاوم إبليس. فاللي محتاجينه في الأيام ديت إن إحنا نشوف ماذا تريد مني يا رب أن أفعل. أنا عايزة أكون بفرح قلب سيدي وبشبع قلبه بطاعتي وخضوعي وتسليمي الكامل لمشيئته وشبعي بالرب نفسه، فحياتي تشهد عن إن أنا قد إيه يعني بعيش للرب، فكون مثل صالح الناس تشوف فيا يسوع، تشوف تصرفاتي وكلامي وسلوكي فيمجدوا الرب.